يحتاجوا إلى مؤونة. دع المؤونة الآن، فالميزانية لا تتحمل أن أدفع أكثر مما دفعته. نحن في شهر رمضان، ورمضان يتطلب مصروفا أكبر. ألم تسمعي بعد؟ قلت لك ليس عندي ميزانية، فتعاودين الطلب؟ وأين راتبه؟ صرفته. صرفته؟ كيف تصرفه ونحن في أول الشهر؟ هذا راتبي وأنا حر تصرفي فيه، أنفقه في سبيل الله، هذا شأني. ليس شأنك وليس حر، أنت مسؤول هنا عنا، مسؤول عن إطعامنا ومشربنا ومأكلنا وملبسنا. اسمعي يا هند، هذه آخر مرة أسمح لك فيها بفتح فمك في هذا الموضوع. أنت رجل ظالم ومتجبر. أنا ظالم؟ أنا متجبر؟ أنا ظالم؟ أنا متجبر؟ أنا ظالم؟ أنا متجبر؟ أنا ظالم؟ أنا ظالم؟ أنا متجبر؟ أنا ظالم؟ يا سعيد، سعيد، أنا متجبر، أنا ظالم، أنا متجبر، يا سعيد، لا تسمع، أنا متجبر، دعي الأمور تجري على هذا النحو، أريد أن يضربها على هذا النحو. قلت لك ابقى مكانك، ستزيد الطين بلة. هدأت الأمور على ما يبدو. متى سيتم هذا الوضع المتشنج؟ لا أعلم، لا أعلم. نم الآن، لأنه يجب عليك أن تستيقظ أثناء السحور. هيا. كنت قد ادخرتها له. ويحكما، يرتفع صوتكما من أجل 20 ريالا؟ تتجادران في بيتي وأنا موجود بينكما؟ نحن نعتذر عن ذلك يا أبي، لم نكن نقصد. وما الضير إذا ارتفع صوتنا بعض الشيء؟ الضير يا أبنائي في أن نخرج عن طور الأدب والأخلاق. أنتما في دار يتصف بالود والعطف والاحترام. العائلة الحكيمة يا أبنائي هي العائلة التي لا يسمع صوت أفرادها إلا بالخير والأدب والتقوى. أرجو أن لا أسمع صوتكما بعد الآن. عليكما أن تجنح إلى علاقة أخوية حميمة يحسدكما عليها الآخرون. محمد اتبع. سمعت ماذا يقول والدك؟ إنه يريد عائلة نموذجية. فليبدأ بنفسه، أولسي صراخه ليلة البارحة. محمد. نعم يا أبي. تعال يا بني. محمد، هل تستطيع أن تقرضني 100 ريال؟ 100 ريال يا أبي؟ فقط، إنني أحتاج إليه. أبي، لا تنسى أنك أخذت مني 100 ريال منذ يومين اثنين. بدأت تمنن علي يا ولدي،
وأنا الذي ربيتك ورعيتك بعرقي ومالي. ما قصدت أن أمنو. إذن ما الذي تقصده؟ أقصد التوضيح ليس إلا. أنت تعلم يا والدي أن راتبي لا يتعدى 500 ريال. يذهب منها 200 ريال كقسط للسيارة التي اشتريتها. يا ولدي لقد حذرتك من شراء السيارة ولكنك مرعويت وركبت رأسك. ألا يحق لي شراء سيارتي؟ تنقلني إلى عملي وتعيدني إلى البيت. حسنا، يبقى معك 300. نلت منها 100 ريال. إذن أرني 200. أخاف أن تقول إنني أمننك. كل ما صرفناه من طعام وشراب في الشهر الفضيل كان على نفقتي. يا ولدي أنا لم أطلب منك حسنة، وإنما أطلب دينا سأوفيه لك في الشهر المقبل. أحسنت يا ولدي أحسنت. أمي، متى ينتهي هذا الشجار بينك وبين أبي؟ تجاهل الأمر ولا تكتر. كيف أتجاهل الأمر وصراخكما يرن في أذني؟ صراخ أبي الغاضب وأمي المتألمة. احمل الكتب واذهب إلى الجامعة. لن أذهب إلى جامعتي حتى أعرف ما الذي جرى الليلة الماضية. غيمة صيف وانتهت يا بني. أي غيمة صيف وأنا أرى الغيوم حول عينك اليسرى؟ لا تغوص بالتفاصيل، قلت لك اذهب إلى جامعتك. ما المشكلة؟ المشكلة أننا في بيت تسود فيه الخلافات وتعم فيه الفوضى. المشكلة هو والدك. نحن الاثنان مسؤولين. وأنت العنصر الضعيف. أسمع تفاصيل النشرة بأذني هاتين. المشكلة في والدي أنه يحاول الإرشاد دائما وإعطاء النصائح، وهو يقع في الذنب. ينصحنا بعدم الشجار في النهار وفي الليل يتشاجر مع زوجته. لا داعي للحيرة يا صاحبي، ابتكرت طريقة جديدة للقضاء على الملل. لن أمارس كرة القدم في رمضان. 3 ساعات قبل الإفطار ستشعر بالملل. أتلعب الورق؟ هذا نوع من اللهو وأنا لا أحبته في رمضان. دعك من هذه الوساوس يا رجل، لا تعقد الأمور. ألا يفضل أن نقرأ القرآن في هذا الشهر الفضيل؟ ساعة واحدة. ساعة واحدة؟ نعم. اتفقنا؟ اتفقنا. ماذا قلت؟ هل اهدرت وقتك في لعب الورق؟ وما الذنب الذي ارتكبته في هذا؟ الذنب أنك تلعب الورق. وما المشكلة في أن ألهو لبعض الوقت؟ هل سمعت ما قلته الآن؟ أنت بنفسك حددت المشكلة أن ألهو. إذا أنت تعترف بأن لعب الورق نوع من اللهو. أبي أبي، المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا الشرح الطويل. أنا أحاول أن أبين الصواب من الخطأ. أحسبني ارتكبت جريمة لن تغتفر. الحق مع والدك، إنه ينصحك. كأنها نصيحة بقالب من الأمر. احتسبها أمرا، احتسبها كما يحلو لك. من الآن فصاعدا محرم عليك لعب الورق. سمعا وطاعة يا أبي. محمد يا ولدي، كنت تحدثني عن رجل التقاك عن باب المنزل. نعم، عرف عن نفسه أنه عامر بن زيد. عامر؟ لم أسمع بهذا الاسم. لكنه يعرفك جيدا على ما يبدو، ولقد أعطاني هذه الورقة كي أسلمها لك. بعض الناس في هذه الأيام يحتالون بهذه الطريقة. أنا لي أن أخرج عن صمتي في هذا الموضوع. وماذا لديك يا هند تقولينه؟ أنت مدين لهذا الرجل. أنت مدين لهذا الرجل؟ حدث ذلك منذ زمن
وانتهى. كيف انتهى الأمر وقد جاء يطالبك؟ تعهدت بأن توفي له دينه ولم تفعل. ويحكم، أصبحت في قفص الاتهام بينكم. أمي، ما قصة ذلك الدين؟ حدث هذا من سنتين، عجز والدكما عن تسديد قسط سعيد في الجامعة، فاندفع هذا الرجل بكل شجاعة وسدد القسط على أن يسدد والدكما القسط له في الشهر التالي. وقد مرت سنتان ولم يسدد شيء. حدثني والدي بأنه هو من دفع القسط، إذن لم يصدق. للأسف الشديد تغير والدكما كثيرا، يقول ولا يفعل. الحقيقة المرة التي لا يمكننا تجاهلها، يأمرنا بالصدق ولا يلتزم به، ينصحنا بالوئام فيما بيننا ويندفع هو إلى الخصام، يعد الناس برد حقوقهم ولا يرد حقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. هل تذكر يا سعيد بماذا علل والدك نفاد راتبه؟ وكيف لا أذكر، وقد حرمنا من حلويات رمضان 3 أيام متتالية. وبماذا علل ذلك؟ أنه أخذ سيارته إلى مركز الوفاء لإصلاحها. وماذا لو قلت لك أن والدك لم يطأ ذلك المكان لمدة 2 شهر؟ ماذا تقول؟ أمتأكد من ذلك؟ إنني متأكد، لأنني أخذت سيارتي إلى نفس المركز وأخبروني بذلك. إذن أين ذهب براتبه؟ أكاد أجزم أن في الأمر سرا. ما رأيك بأن نقوم بمراقبته لكي نعلم أين يذهب براتبه؟ إنها فكرة جيدة، لكن يلزمها بعض التعديل. لكنها جيدة. ليتني أصدقك. ويحك يا هند، بنتي لا تصدقين أنا. لأنك تقول ما لا تفعل. بل سأفعل هذه المرة، الأرباح مضمونة. لكنك خاطرت وبعت السيارة. قلت لك الأرباح مضمونة، اطمئني. ومتى ربحت سأشتري لك سوارين من ذهب. سمعت هذا من قبل. ما أقوله الآن يختلف عما قلته سابقا. لا تعطيني وعدا ليس في يدك وفاء. بل في يدي، وسأثبت ذلك لك عما قريب. إذ كيف لا أكون صادقا وأنا أدعو أولادي إلى أن يكونوا صادقين؟ وكيف لا أكون أمينا وأنا أدعو أفراد عائلتي إلى الاستقامة؟ وكيف لا أكون متعبدا وأنا أدعو الناس إلى الإيمان؟ لم تخبرني بالعمل الذي سوف تقوم به. أتاجر بالذهب. تتاجر بالذهب؟ الذهب معدن نفيس لا يتلف ولا يسطع، وأسعاره ترتفع بالطراد. وإلى جانب هاتين الميزتين، معدن مرغوب عند كل الناس، وخصوصا عند النسوة اللواتي يشترينه بدون تردد. ما رأيك؟ أنت ربان السفينة وأنت تدير دفتها. هلال، هلال، لا أريد منك سوى كلمة واحدة. أين أبي؟ تجده في البيت أو في عمله؟ أبي عاد إلى البيت في وقت متأخر، ولا أحد يعرف أين هو إلا أنت. أخبرني أين هو. أرجوك يا سعيد، أرجوك أبعدني عن المشاكل قدر المستطاع. ويكون أبي في مكان مشبوه؟
تستطيع أن تقول ذلك؟ لن أدعك تذهب للمحاضرة، أخبرني أين هو. إنه يتردد إلى الدار الذي أخبرتك عنه البارحة. ما الأمر يا سعيد؟ ماذا حدث؟ ألا تريد أن تعرف أين والدك وسر اختفائه عن المنزل؟ هل لديه زوجة ثانية؟ حبذا لو كان الأمر كذلك، لكان الأمر لا يتعدى الدين والشريعة. والدك يلعب القمار. ماذا تقول يا سعيد؟ كما قلت لك، والدك يلعب القمار. يلعب القمار؟ من أوحى لك بذلك؟ صديق لي في الجامعة. أتصدق مثل هذه الترهات؟ هلال لا يكذب، لقد وصف لي البيت الذي يلعب فيه لعبة القمار خلصة عن الشرطة. بإمكانك الذهاب إلى هناك والتأكد من ذلك. حسناً يا سعيد، اسمعني جيداً. الليلة عندما يخرج للمكان المعتاد سوف نراقبه عن كثب. حسناً، إلى اللقاء يا سعيد. إلى اللقاء. أعلم أن الذي فعلته شيء يدعو إلى الخجل من نفسي أولاً ومنكم ثانياً. الشيطان وسوس لي فأخرجني عن جادة الصواب إلى طاولة القمار. وأعلم في الوقت نفسه أن كل نصائحي لكم ذهبت هباءً، ويحق لكل واحد منكم الآن أن يقول لي ابدأ بنفسك أولاً وانصح ذاتك، ومن ثم توجه إلينا بالنصيحة. ما أتعس الإنسان الذي يقود الكثير في الشخصية المثالية وهو بعيد عنها كل البعد. ما أشقى الإنسان الذي لا يقرن قوله الحسن بفعله الحسن. وما أجمل الإنسان أن يطابق قوله فعلا. ما بكم تلتزمون الصمت؟ تكلموا أرجوكم، أرجوكم حاكموني، فهذا يثلج صدري. بماذا نحاكم؟ وعلى ماذا نحاكم؟ وأنت الرجل المثالي الذي يكره الكذب والخداع، تمارسه فعليا. تخسر سيارتك في القمار، وتضيع راتبك في القمار، وتدعي مخادعا أنك في تجارة يحسدك الناس عليك. لازلت أذكر يا أبي حين وبختني لأني لعبت الورقة مدة ساعة فقط، مضيعة للوقت. وإذا بك يا أبي تحسن القول وتسيء الفعل. وأنت يا محمد، أراك تلتزم الصمت. كل ما أريده منك يا أبي أن تكون أبا يماثل فعله قوله، عندئذ يبلغ مراده.